اليوم كنعيشوا واحد اليوم اللي هو مميز جدا. ثلاثة ديال الانتخابات كتعقد في يوم واحد رغم الظروف ديال الجائحة، إلا أننا في الموعد وبلادنا متقدمة في تنزيل الديمقراطية الحقة بالالتزام بهذا الموعد. دونك اليوم الحماس كبير، حنا متواجدين في المقر ديال حزب التجمع الوطني للأحرار، المناضلين والمناضلات ديالنا كاينين اليوم بقوة، كينتظروا النتائج، كيتبعوا مع المنسقين الجهويين والمحليين الصيرورة ديال العملية، والحمد لله الأمور كتمر في ظروف جيدة. احنا متفائلين وواثقين من العمل اللي درناه، واحد العمل اللي بديناه منذ 5 سنوات، قربنا للمواطنين، درنا اكبر استشاره عموميه، حددنا الاولويات، جينا ببرنامج اللي هو واقعي اللي هو قابل للتحقيق، حطيناه بين ايدي المواطنين والمواطنات باش يستوعبوه، باش يدخلوا في التفاصيل ديالو، ناقشناهم مع المواطنين والمواطنات. وخلال الحمله الانتخابيه كان تجاوب كبير ايجابي، وكان ترحيب لا بالمرشحين ديال الاحرار ولا بالافكار ديال الأحرار ولا بالبرنامج اللي هو فيه الأولويات ديال المواطنين. كنتسناو النتائج الرسمية بتفاؤل، وإن شاء الله يكون الخير. كاينين دوائر، كاينين مكاتب التصويت، ولكن عملية ديال الفرز مازال ما كملاتش، مازال ما عندناش نتائج نهائية، ولكن كاين أصداء اللي هي إيجابية وحنا متفائلين.